أستاذ أكرم، نعود إليك ويعني أطلب منك تعليق على هذا الخبر ويعني تلقي الرئيس كافة المخرجات الخاصة بالحوار الوطني في محاوره المختلفة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، وإحالة بعض هذه المقترحات لبحث الآلية التنفيذية والتشريعية لمجلس النواب، وما يدخل في إطار الصلاحية الدستورية للسيد الرئيس سوف يقوم بتنفيذها. هو الحقيقه بعد هذه السنوات دعوه الرئيس كانت للحوار الوطني كانت دعوه مهمه جدا، واول ما دعا الرئيس بدت انه في مؤشرات ان الدوله بعد ما انتهت من الارهاب وتجاوز كثير من التحديات بتسعى لرسم خارطه المستقبل وبتتيح المزيد من التنوع والانفتاح للاحزاب والتيارات السياسيه. وعلى مدى جلسات المحاور السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه الحقيقه توصلت التوصيات في غايه الاهميه، فيها قانون يعني ممارسه الحقوق السياسيه، الحريات العامه، قانون الاجراءات الجنائيه، في كمان قوانين مهمه جدا وعد الرئيس يعني بتنفيذ كل ما هو داخل سلطاته الدستوريه والقانونيه، وايضا الحقيقه حاله ما يتم احالته الى البرلمان. والنقطه الاولى الحقيقه كمان انه الرئيس قال انه الاختلاف في الراي لا يفسد للوطن قضيه، وانه استجاب مباشره اولا تفعيل لجنه العفو الرئاسي، ومئات او الاف خرجوا من الاحتجازات سواء من النيابه العامه او بعفو رئاسي، وتلبيه مطالب زي القضاء على الانتخابات، زي المجلس الاعلى للتعليم، زي مفوضيه منع التمييز، زي قانون تداول المعلومات، زي كثير الحقيقه في تفاصيل في التعليم وغيره، وانه كل الاصوات الجاده كانت مسموعه في هذا الحوار. واظن انه الدوله بنت ثقه، وقلنا اهم حاجه بناء الثقه سواء بين التيارات السياسيه والدوله من جهه، وبين التيارات السياسيه وبعضها والمدنيه، مشاركه واسعه، تعديلات لقانون العمل الاهلي. يعني ويمكن الدكتور ديا رشوان منسق عام الحوار قال انه توصيات انتهت من كثير من اللجان بتتعلق بالمحاور السياسيه والاقتصاديه والاجتماعيه، ودي اللي اكد الرئيس انه بيحترم كل اللي شاركوا فيها وبيستجيب بشكل كبير ما يتم تنفيذه مباشره في سلطاته الدستوريه والقانونيه، وما يتم احالته الى مجلس النواب لاصداره في قوانين، وانه يعني في مكاسب مهمه في توافق حوالين مشروع قانون المجالس الشعبيه بطريقه الانتخاب، في ثلاث اقتراحات لنظام الانتخاب في اعضاء مجلسي النواب والشيوخ سيتم طرحها على البرلمان لمناقشه اوسع، في قوانين للتعاونيات، في قانون العمل الاهلي، وهذه كلها الحقيقه تؤكد بناء ثقه حقيقيه وجسور ثقه، وبترسم خارطه واضحه للمستقبل يعني. وهي رساله طبعا للمجتمع السياسي والحياه السياسيه ان هذه الاجراءات او كافه المخرجات التي خلصت اليها لجان الحوار الوطني هي قابله للتنفيذ والتطبيق بشكل مباشر، مما يعزز من يعني المجال العام او فتح المجال العام بشكل اكبر الفتره المقبله. نعود لو سمحت أستاذ أكرم إلى زيارة السيد الرئيس اليوم إلى مطروح، والمتأمل للخطة الاستثمارية الخاصة بمطروح سيرى أن هناك مشروعات كثيرة في قطاعات متعددة، نتحدث عن القطاع الطبي، التعليم، الصحة، المواصلات، النقل، البنية التحتية وغيرها، وأيضا اهتمام بتحسين الخدمات المقدمة للمواطن، لأنه للأسف الشديد أهلنا في مطروح وفي الأماكن الحدودية عانوا من تدهور في الخدمات المقدمة ليهم، الخدمات اليومية بشكل كبير. إلى أي مدى ترى أهمية تحسين هذه الخدمات وتطوير منظومة الأداء الخاصة داخل محافظة مطروح؟ بالتأكيد طبعا زي ما أنا أشرت من شوية الحقيقة في بداية كلامي لفكرة أن الرئيس بدأ تنمية، أن التنمية لا تتركز في العاصمة فقط أو المدن الكبرى، لا، هي تتركز حتى تصل إلى الريف، وحياة كريمة احد اكبر المبادرات يعني دره المبادرات الحقيقه. بالنسبه لمطروح او المحافظات الحدوديه زي سيناء او غيره الحقيقه حصلت على عدد ضخم من المشروعات، زي ما احنا قلنا شبكات الطرق، ان اي حد كان بيسافر مطروح او شايف انه الدنيا مخنوقه او الطرق ضيقه جدا وحوادث كثيره، النهارده بقى في محاور وطرق بتختصر الوقت الى اقل من النص. في جزء مهم جدا في مدينه العالمين وازاي تحولت الى مكان جذب سياحي، من مكان الغام الى مكان جذب سياحي، وده كله بيولد فرص عمل وسياحه داخليه وخارجيه.
في جزء الزراعه والاهتمام بالزراعه والعلم فيها والصوبات وغيره، وده نشاط مهم ومطروح بالمناسبه، والقطاع الغربي كله جزء مهم جدا فيما يتعلق بالزراعه والصناعه وغيره. فاحنا بنتكلم على اعاده بناء الخدمات والتوجهات وغيره يعني. طبعا فيما يتعلق بالتعليم يعني بلغه الارقام، هناك يعني تم انفاق حوالي اكثر من 537 مليون جنيه في الخدمات الصحيه، في تحويل بعض المدارس المجتمعيه الى مدارس ذكيه، يعني الحديث هنا على مدينه ذكيه ومدن ذكيه، والمخرج التعليمي اعتقد سيكون مخرج تعليمي مختلف استاذ اكرم. بالتاكيد يعني تطوير التعليم، التفكير في جامعات النهارده، في جامعه اصبحت في محافظه مطروح العلمين وغيره، في تفكير في تطوير المدارس والتوسع فيها بشكل كبير تكون حقيقيه ومدارس ذكيه، في ما يقرب من 14 مليار جنيه مجموعه مشروعات زي ما احنا قلنا 969 مشروع خلال اخر ثلاث سنوات. يعني الحقيقه في اتجاه واضح جدا لانه وضع مطروح اولا على خريطه السياحه العالميه، واصلا وايضا على خريطه التنميه فيما يتعلق به كمدن مستدامه ومدن مليونيه قادره على الاستدامه وجذب المواطنين يعني. لعل من المشروعات البارزه استاذ اكرم في قطاع الكهرباء، طبعا المشروع الاهم محطه الضبعه النوويه اللي بتصل يعني تكلفة هذا المشروع إلى حوالي 28 مليار دولار، ويعني من المشروعات الضخمة الكبيرة اللي الدولة بتعمل عليها. طبعا أظن أنه حصل دراسات كثيرة على مدى عقود وكانت متوقفة، ويمكن بعض الناس بتتساءل، إحنا عندنا اتجاه أولا للطاقة الخضراء والطاقة الشمسية والطاقة المتجددة بشكل كبير، مش بس يعني إنتاجها، لا توطين صناعاتها بشكل كبير. كمان الطاقة النووية، لأنه مصر طالما بتتوسع في التنمية، الجزء الرئيسي لخدمة أي تنمية هي الطاقة والمياه وتنقية المياه وتحلية المياه. مفاعل الضبعة مش بس بيوفر طاقة وبيوفر تحلية مياه بشكل كبير للزراعة والاستخدامات العادية، وأي توسع صناعي أو أي توسع في التنمية خلال 20-30 أو غيره ستكون متطلب بشكل كبير لتوفير كمية أو نسبة كبيرة جدا من الطاقة، وأعتقد إنه ده سيوفره المفاعل اللي بيوفر حوله مجتمعات وفرص عمل وصناعة ومصانع وتنقية ومحطات، كلها بنتكلم على جذب استثمارات وفرص عمل، بنتكلم على تنمية شاملة في هذا القطاع يعني. الكاتب الصحفي الأستاذ أكرم القصاص رئيس مجلس إدارة اليوم السابع، أشكرك شكرا جزيلا.